السلام عليكم みんなどうもこんにちはシャドだよ今日はねまたシーの購入を開きますこちらのシーンが届きましたのでまた開封していきたいと思いますでもシーンだけじゃない مش بس مشتريات من شين كمان طلبت من موقع تاني اسمه تيمو اكيد كثير منكم هسا بيعرفوا وهذه كانت اول مره بشتري فيها من هذا الموقع فاول اشي بدي افتحه رح يكون هذا صندوق اللي هي الطلبيه من شين تحتوي على ملابس العيد ما شريت كثير قطع هي كليتها لبسة واحدة أنا بعرف إنه في ناس بيشتروا أكثر من لبسة ليوم العيد هذا الحكي مش عندنا أول شغلة كانت هاي الشنطة البيضة حبيتها أعطتني فايب الأميرات ومش عارف إيش وبإني حدا بحب الفونكات كثير عشان هيك اخترت شنطة يكون عليها هاي الشكلة الكبيرة حسيت رح تتبقى مع لبسة العيد اللي رح تشوفوها هسا بداية بهاي القطعة السوداء اللي هي تنورة طويلة عليها هاي النكشة من فوق ومن تحت فيها زي هذا الكشكش او ما بعرف ايش بدي احكي له هذا انا بحب يكون ملابسي وكمان من الخصر تقدر تسوي فيها زي فيونكات هذول وبالنسبة لطولي انا فهي بتوصلني لهذا المدى وتاني اشي جبتوا هذول الجرابين عليهم هذا الكشكش من فوق وعليهم كمان فيونكة سوداء ومن زمان انا حاطة ببالي اجيب اشي زي هيك واخيرا هسا جبته هاي الشغلة بلوزة او جاكيت رمادي عليه كمان فيونكات يعني اللي هم شكل حسيته الطف اشي بالحياة عليه فيونكات من عند الاكمام وكمان من الامام وهو بيجي قصير شوي جبته بمقاس ميديم اكبر من مقاسي حسيته رح يكون احلى لما يكون واسع واكيد يعني لازم يلتبس تحتيه اشي يمكن بعض الناس يحسوا انه الفيونكات اللي عليه اوفر هذا الاشي انا ما بحسه حسيته جوي كأنه القطعة بتمثلني مدري ولبسة العيد هاي حبيت انها تكون بين لون الاسود والرمادي وابيض ومش عارف ايش انا هون جبت هذا القميص الابيض عليه كشكش كمان من عند الاكتاف نزولا للاكمام بيجي معاه هاي الشريطة السوداء عشان تسوي فيونكة زي انا مسوي هان وبس هدول هم الملابس او القطع طلبتها من شيئن اما باقي الاغراض فكلتهم طلبتهم من تيمو وصلوني بهذا الباكيت من الوسيطة اللي تواصلت معها طلبت من عنده كمية أغراض جدا كثيرة لأنه أسعاره كانت كثير رخيصة وصدمتني من ضمن الأشياء جبتها ميدالية شيء لا ميدالية شاو كاي كنت اجيب اشياء ثانية تافهة زي الميداليات وهيك بس حكيت انه مش وقتها هسا خليها لبعد ما اخلص توجيهي نص الطلبية شريتها كانت مكياج وهذه تقريبا اول مرة بشتري فيها مكياج يعني خلص ما بحب كثير المكياج بس هاي المرة حسيت انه ابغى اجرب احط مكياج واتهبل جبت ملصقات عيون اشكال القلب بفكر احط منهم على العيد مش عارفة بدي ابدا في الاشياء اللي مش مكياج مثلا تا 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 كفاية لو الجرس ما كانش يرن بس يمكن اشيل كرات الجوات او المهم هدول يعني بينشالوا بيتبعدوا عشان يناسبوا شكل الراس يعني عرفتوا او على فكره هاي مش اول مره بطلب فيها اذان بسا في عندي واحده لونها ابيض هي حطيتها بهذا البوكس تا تا هالبيضه ما فيها جرس طب كيف ما بقدر احركهم في عليها هدول الشبرات في هدول نازلين هذا تخيلوا ما فتحتوش شوف كيف زهري اللي هون مبين هلا مختفي ترى كيف كانها اذان شيطان ما ادري ليش بس انا هاي الاشياء تعجبني والمهم هسه ما عليكم من اشياء القطط بنكمل جبت جربان ثاني بس هذا شكله مختلف تماما عن الاول وعليه فيونكات صغار كثار وبرضه مخرم يعني فيه زغرفه هاي ها هي شفافه بس انا ايش رح البسها فوق اشي ثاني اساس اني بدي تبين الديكورات هاي انا شغلات زي هيك بحبها برضو جبت هذا المتر اللي مستعمله عشان نقيس جسمنا لحتى نعرف مقاس الملابس اللي رح نطلبهم انا هذا اشي كثير بحتاجه كان في عندي واحد قبل هاي هذا بس خربان ومزع وحرته حاله فقلت له لا يعني لازم اجيب واحد ثاني وفي هدول الشبرات او هيك مجموعه كشكش ارزقهم بالملابس اللي عندي تحديدا تنوره العيد فجبت منهم ثلاث مجموعات على امل انهم يكفوا التنوره من تحت فاني رح احط الشبرات على التنوره واثبتها بالابر وفي حال عجبتني فرح ارجع واخيطها وفي حال ما عجبتنيش يعني عادي بشيل الابر وخلص اشي عشوائي كثير بس جبت كمامات يا ما تسالوا ليش مريت فيهم ثلاث حبات وفي هاي الشبره باللون الزهري جبت عشان اسوي منها فيونكات او ازين فيها ملابس وهيك شغلات حركات بركات ومن الاشياء التافهه جبت ستيكرز لانمي الخادم الاسود سيباستيان هذه يعني انا بحب البنات الانمي بس هاي بحبها
كواي هذا بدي احطه مع لابتوبي. ايش هو؟ تادا، جبت كرافتة طويلة. انا عندي هاي الصغيرة، جبت هاي. او ماي جاد، شريت مجموعة خواتم بيجي معها، مش عارفة كم واحد ما عدتهمش، بس اشكالهم كتير حلوة، اشكال نجوم وهلال. من بين الخواتم في هذا اكثر واحد عجبني، فكرته اشكال فضائيين بس طلعوا هلال ونجوم مرتبين جنب بعض. اكتشفت ان انا عمياء. ومجموعة خواتم ثانية، بس هاي الخواتم الكواي والكيوت ولون زهري وقلوب ومش عارف ايش. معقول بدي هاي المجموعة كان بدي مجموعة ثانية بيجي معها بدل هذا يكون في خاتم عليه شكله. في كمان خاتم بشكل خفاش. تلم هذا حلو بس في العيد. هذا اكثر شي حبيته، انا بحب الخفافيش. كواي، اتوقع كذا كمات كل الاغراض، باقي بس المكياجات. الحين كل هدول ما شاء الله مكياج. مجموعة الفرش هاي توقع فيها 13 او 12 فرش هاي، وجبت هدول السبونج اللي بيدمجوا فيهم المكياج، جبت هدول رموش اصطناعية. وجبت هاي الباليت، علبة مكياج صغيرة، حسيتها كيوت بس ما بتعلم بشكل قوي، وهذا الاشي انا بدي اياه. انا ما بدي مكياج يكون فاقع ومعلم ومش عارف ايش، بديش يكون هادي. شفت واحدة في اليوتيوب حكت انه منيح، فانا جبته يعني على ضمانتها. طبعا هي المنتجات كلها من صغيرة، وهو طبيعي يعني، وكان واضح بس انهم صغار يعني، فمش رح انصدم. كواي، انا اصلا ما بدي كثير شغلات يعني، بس اشي يمشيني كده العب فيه. كل هذا عشان العلبة الصغيرة. هاي العلبة فيها ثلاث الوان او ثلاث درجات كونسيلر. هذا الاشي ما اتذكره لما جبته، كنت فاهمه انا ايش عم بجيب، ما تخافوا. هي والله طلعت فتحيته كمان، تعمل شغلات انا فتحيتهم وناس ايش هو. يا سلام علي. واو، هذا محدد للعين بلون احمر عشان في لوك ببالي كده اسويه. زيت هاي الفرشاي الرفيعه جبتها برضه عشان اسوي خطوط تحت العين وهيك. وفي هذا محدد للشفاه بلون احمر، بس يا ريتني جبت لون اغمق من هذا حته صغيره، بس مش مشكله. في عندكم قلم اللمعات هذا بنحط على العين عند المدمع او من اي مكان بدكم اياه؟ والله في كثير قواي. في شيء كده هون بيعطي لمعه على العين او شيء زي هيك. شوفوا هذا اصغر اشي بشوفه حياتي كلياتها، وهو صراحة ما فرقتش معي اصلا، كان سعره شكل يعني، جبته بس هيك يعني منظر. اصلا في عندي صمغ رموش ما استعملتوش بالمرة يعني، ما ادري. طب بس كان شو هذا؟ فتحتها، هي كانت كثير كيوت. هسه مش راح تفتح، طبعا نزعت الكرتونة. هاي الباليت كان مكتوب جنبها انها كونتور، وشكلها برضو بتنفع تستعمل لظلال تحت العيون، مش عارف. ايش هذا الحين؟ واو، اخر ثلاث شغلات. وهذا مفتوح؟ لا مش مفتوح. لا الا والله مفتوح يا عمو، افتح يا زلمه. يلا خلصني. اوكي، واو يجنن. اخر اثنين زائد فيهم حقيبة مكياج. اخر شيء تادام. واو، فكرت هذا الاشي بس لا هاي بلاستيكة. في باقي هاي الشنطة او دستان عشان احط فيه المكياجات، ما شاء الله هي واسعة، وحطيت فيها كل المكياجات طلبتهم اليوم ونسيتهم كلياتهم. شكل المكياج هسه كتير كيوت، اشياء زهرية ومش عارف ايش. هدول انا جبتهم عشان ناوي اسوي مكياج اسيوي زي هذاك المكياج الصيني، وفعلا جربت وقد ما عجبني المكياج اتصورت 119 صورة. هذا وهي التجربة الاولى، فكيف بعد وقت لما اتعود على الموضوع اكيد رح يطلع معي نتائج احسن. عبالكم كملنا مشتريات؟ نو، لسه في هدول شريتهم عشان لاختي. اول اشي كانت هاي اللي هي تبعت الدايموند، واحلى اشي وانا جبتها عشانه انه بيجي معها هذا الاطار تبع الصور عشان تعلقوا اللوحة بعد ما تكملوها. تيجي الصورة يلي لازم تكملوها ومعها كل الادوات اللي بتحتاجونها. وجبت هاد حامل الفوتو كارد، حسيته كتير كيوت، واكيد انا جبته عشان اسرقه بالاختي بعدين، وكنت هسه بدي اجرب احط فيه صور من عندي عشان اشوف كيف بيطلع شكلهم. بحط هاي تبعت جوجو وفيشيجورو، مرة كيوت.
آنيا فوجة، زائد جبت هذول ميداليات أنمي. أول واحدة لشخصية آنيا، وبرضو هذا الحدا بعرف إيش اسمه بس إنه من أنمي قاتل الشياطين، وجبت لها الدبوس تبع شناتي. بحكي لكم أشياء عشوائية كتير. زائد هذول الخواتم اللي بيكونوا متصلين بعضهم بالسلسلة. آخر شغلة كانت هذا الروج، أكيد ما جبته عشان شكل العلبة عجبني. أوكي مش آخر شيء، طلع فيه كمان شنطة، وبس هذول من الأغراض. اوكي ورجعت بعد وقت عشان الستيكرات يلي طلبتهم اخر اشي، بدي انظمهم داخل ملف الستيكرز تبعي. هاد تتذكر هدول؟ سويته في رمضان الماضي، هسه رمضان بقيله اسبوعين ثلاث. طبعا انا الموثقات عندي كلهم قسميتهم، مثلا يعني خانب وفي شخصيات فلانية، مثلا هاي كل صور ميكاسا، مثلا هاي الخانب كلها لدازاي، واللي معي برضه بدي اقسمهم عشان يسهل علي الحصول على الشخصية. وهنا عنا شيرو، حاسة حالي قاعد بلعب حدة. وبين ما كنت عم بفنط فيهم انتبهت لهاي الصورة يلي هي نفسها انا حطيتها صورة جوجل بلابتوبي. وهسا دور اني اجرب احط هدول الشبارات على حفة التنورة من تحت. الاشي الوحيد اللي رح احتاجه هم هدول الدبابيس، انا رح استعمل الدبابيس تبعون الحجاب، وبس رح ابدا اثبتهم على التنورة من تحت باستخدام الدبابيس. وهيك كملت اول شريطة من الشبر، وبدأت بالثانية والثالثة وعلى امل انها تكفيني وما ينقص علي اشي. الحمد لله يعني اجت يعني على المقاس بالضبط، وزياده حته صغيره. هاي النتفه الزايده يعني ما كان لي خلق اقصها، فلصقتها فوق الطبقه الاولى وبعدين بعدلها عادي. في تمرين الميت صنع. والحين بفتح معكم كمان مشتريات. اوليتهم هاي تبعت العجله تبعت الوجه، من زمان نفسي فيها واخيرا هسه جبتها باللون الابيض. وجبت هذا مرطب الشفاه، كنت اسمع كثير مدح عليه. اوه ارقوي، ريحته بتذكرني بإشي قديم مش عارف شو هو، وبعرفش كأنه بيحرق او مش عارف. المهم كواي. جبت مجموعة كبيرة من المنظمات. هدول العلب الصغار جبتهم اخر مرة فتحت فيها مشتريات معكو، بس ان استهلكتهم هدلك كلياتهم، فجبت مجموعة جديدة. وجبت هذا الكولكشن عشانه بيحتوي على قطعة انا احتاجها عشان بدي ارقص منها كريم هذا الكبير تبع العيلة. اول شي كنت طلع الكريم طريقة كتير غريبة وشوي شوي، بس بعدين زبطت وخلص. ولازم اشتري جابات لطيفة زي هيك. وجبت مجموعة كبيرة من ربطات الشعر هدول. وجبت هاي كماشة الشعر عليها شخصية كونومي، بس الاسم كونومي واضح التقليد، بس انا تفرقش معي، المهم شكلها كيوت. واخر قطعه كانت هذا السنسال، جبته من قسم الاطفال، كثير حبيته، لون زهري، واهم اشي عليه فيونكا. هسه بالنسبه للبس العيد لازم اضيف لمسات خاصه باللبسه، مثلا هاي الفيونكا هي بنربطها عند الرقبه، احس منظرها لحالها ممل، لازمها كمان اشي. ففي عندي انا دبوس بدي احطه عليها، هاي هذا هو شكلها. هسا بالنسبة لهذا الجاكيت الرمادي، أنا أساسا جبته في حال برد الجو وشكله كثير حلو، بس إني لما ألبسه على القميص الأبيض هاد ما رح أسكره عشان ما يصير في أزمة فيونكات. وبالنسبة للشنطة لازم أحط عليها برضو لمساتي، رح أحط عليها ميدالية كرومي عشان لونها أسود وأبيض فرح تليقي كثير. حتى يمكن على لبس هاد أضبط وجهي بالمكياج، أصير كأني مسوي كوسبلاي لشخصية كرومي. وأنا لهذا العيد ما شريت أحذية جديدة، رح ألبس من الموجود عندي. مثلا في عندي هاي الجزمة الطويلة رح تلبق مع هاي اللبسة، بطلع شكلها حلو. ممكن ألبسها هيك سادة، أو ممكن أضيف عليها أي شيء ثاني، مثلا زي هاي تبعت الرجل هاي، أو ممكن إني ألبس هذا البوت وعليه ألبس أي جربان من عندي مثال هذا. كنت أجيب زي هذا بس لون أسود، يعني أكيد هو رح يجي أحسن أحلى. حسيت إنه بجيبه بعدين، يعني خاصة إنه العيد عندنا هسا ما رح يكون عيد فعليا. حيطلع شكله حلو لولا اني حاطه كشكش اوريدي على طرف التنوره من تحت. يا اما اترك الكشكش على التنوره واشيله من الجربان، او العكس، اما الاثنين مع بعض احس ما بينفع. وكشكش التنوره بقدر اشيله باي وقت، اشيل الدبابيس وخلاص، اني ما خيطته ما بدي خيطه. المهم مره كواي. حتى جربت البس هذا الجربان اللي عليه ديكورات مش عارف ايش، حسيته كثير كيوت. هو بس الحذاء لو شريت واحد عليه فيونكات واشكال كيوت كان بيطلع زي لوليتا، مره كواي. وبالعيد اكيد رح البس خاتم الخفاش، واتوقع رح البس معه كمان هدول. هن الخواتم الوحيدات اللي عندي رح يلبقوا مع هذا اللبس. وبرضه قاعده اتهبل، في عندي هاي الكشكش الزايد يمكن يلبق اني احطه هون، بعرف ايش مش ضروري اسوي هذا الشيء بس هيك عم بجرب. حتى ستايل الشعر اللي رح البسه هسه ما قررت ايش رح يكون، ولازم اقرر عشان ما يصير معي زي العيد الماضي نص ساعه وانا عم بسوي الشاله.
عدنا. وهسا حسيت إجا اليوم اللي بحط فيه استيكرات على لابتوبي بعد ما شريتهم يمكن من نص سنة. طبعا الاستيكرات اللي حطهم أكيد رح يكونوا اللي شريتهم آخر مرة. لحد ما وصلت أكثر استيكراتي كانت عجبتني. عسى مفروض ما أنصدم لأني عارفة حظي دائما بخزي. المهم ما علينا، لصقتها ولا كأنه شي صار. وهيك شكل اللابتوب من برا كثير حبيت. وبعد ما عجبتني نتيجة التنورة حبيت اني اجرب اتفنن باللبس مرة ثانية. في عندي هدول ما بعرف ايش اسمهم بس بيلتبسوا على الرجلين زي هيك، يعني بيسووا طبقات خلوا شكل اللبس كيوت. المهم شايفين شريطة ازهرية انا شريتها، بدي ازين فيها دلك الجرابات. جبت مشبك شعر وحطيته بالشبرة وصرت ادخله واطلعه من جوا هذا الجربان، ولانه هو مصنوع من الصوف اشي زي هيك ففيه فراغات. الموضوع كان سهل علي بدون حاجة اني اسوي ثقوب او اني اقصه. الهدف الاساسي كان اني اسويهم بشكل اكسات وبالنهاية اربطهم بفيونكا زي هيك. وبعد ما حسيت ان شكلهم طلع ظابط وكيوت فشريت هاي الشريطة الطويلة. هسه شريتها نوعا ما خلص فما راح اقدر اني البسهم. وانا بعد ما سويت اول رجل اتكسرت اسوي الرجل الثانية، ورحت عشان اسوي هاي المخدة عندي بالمرة كانت ممزوعة والقطن طاير منها والمفروض يكون في لها شبر زي هاي، يعني خياطها على السريع ما كانتش اشي احترافي. المهم بس انها تثبت. وهسا انا اجتني فكرة بدي ازين حاملة الفوتو كارد هاي بطريقة تكون كواي، يعني احط فيها فيونكات وشبر. بس ايش الكشكش انا شريته من تيم وخلص، فكان لازم اني الاقي بديل. شوفوا هدول، هدول من جربانات الي. هسا بدي امزحهم عشان احطهم على تبعت الفوتو كارد. اول اشي اشيل الكشكش اللي هون، فكان جد انا لازمني مقص جديد. هذا بخزي صرتيفه، هذا من اي عمر؟ هذا جبته لصف خامس، كان عمري 10 يعني. هيني قصيته. مش هون شوي خربان عشان نتشته هون. هم شو اصلهم خربانين اساسا؟ مشكله الطبقه كثير رفيعه يا دوب تبين. وكمان شو اسمه، انا كان بدي شبره سوداء. من وين تلاقي في، تعرفوا مناديل الصلاه من عند الاكمام بكون فيهم شبرات، بس تبعتي منديلي للاسف شبرته زرقاء. فقعدت برضو ادور مناديل العيله، لقيت المنديل اختي القديم وهي زمان. هاي رح اخذها هسه. شوفوا كمان جبت هدول الخرزات الا ما يكون في هي لون اسود. انا رح اركز على اللون الاسود والابيض وممكن الرمادي. رح استعمل هذا مع انه خلص، يعني هيك ضل فيه نتفة. اشيل الصورة هسا، رح اهتم بالزين من الامام مش من ورا. فبفكر احط هدول على الاطراف، فكركم هيك بيطلع حلو؟ نحط اسود وهيك شفاف يعني ولا اشي يبين. هاي من الجربان شريته اخر اشي، يعني هو فيه شبرتين باخذ واحدة وبترك واحدة. خايفة عندها، بس يعني نكون صريحين ما رح البس هاي الاشياء على طول. هاي قصة الشبرة، بدي احط صمغ هسا عشان اثبتها. مش عارفه ايش هذا بالضبط، طلع من الزوايا مش عارفه اظبطهم. بدي اياها هيك تفرد حالها. بجرب استعمل نكشه اسنان. اوكي هيها، بجرب اثبت العود بني احطه هون. كاني نسيت اني بقدر اكسرها بايدي، يعني زي هيك يمسكها شوي. هسا انا بعرف مفروض اقصه من هون واخلي خط الهال منفصل عن اللهان، ما اكمل عشان ما يصيرش معي هاي المشكله، بس انا بدي اكمل. المهم هي زبطت، وهسا احط عليها الشبره البيضاء. على فكرة كاني بدي احبها شوي، في اطراف ميتة زي هانا. شلنا كمان جرابين سيني، قاعدين نحاول نرجع الصمغ بالعافية قاعد بطلع. حط هاي، اتوقع لا بأس. هاي المنطقة لازم انقاذ سريع، الانقاذ يساوي تا 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 تان. طبعا اسمي يكونوا صمغ. طبعا هاي بكرة لازم اشيل منها الكباسة، او هاي هاي فيونكا جاهزة. لازم اخبي الفضايح اللي هون بهاي الشريطة. سنجرب حط هاي الصغيرة هنا. واو كواي، بدي احط هنا خرزة كمان، بدي اسوي كمان حركات. اوكي حطيت الخرزات بهاي الطريقة، يعني ما كملتهم على كامل الاطار، حسيت هيك رح يطلعوا احلى. وجبت من نفس الخرز هاد لمسات اللون الابيض، شيل بحط منه. تسوي نفس الشيء في الزاوية تحت، فكرة لحد هسه كثير كيوت، طلع كيف شكل المكتب. المهم النتيجة كثير حبيت، حطيت هاي الصورة عشان اشوف كيف شكلها وهكذا، يعني حسيت او ماي جاد مرة كواي. بس باقي احط الاشي اللي بيعلق من هون، هذي عشان احطها لازم شوي امزع من هنا يا رب ما تخرب. طيب مضطرين نستحمل هاي الاشي اللي هان. هذي اول مرة بجرب اسوي فيها الاشي زي هيك، ازين حاملة فوتو كارد، وعن جد حبيت النتيجة طلعت معي. حسيت انها كثير بتلبق على اللبسة تبعتي، وحسيتك انها طالعة منك من بنترست اشي زي هيك. او ماي جاد فخورة بنفسي. وبرضه كمان قررت اني ارسم رسمة احطها جوا حاملة الفوتو كارد هاي. انا اوريدي بدأت فيها لشخصيتي يعني، اكيد
على فكرة أنا كثير بحب الستايل اللبس بهذا الأنمي، خاصة هذا السيارة يا أخي مرة لبسه حلو. والمهم بس هيك كملت رسم على السريع، يعني كان باقي أشياء قليلة بس خلصتها بعشرين دقيقة. بعد ما كملتها بدي أحبرها، أنا نادر ما أحب رسماتي بس حسيت إنه لازم تكون بلون أسود عشان تلبق مع الحاملة تبعت الفوتو كارد وهيك. فعالسريع حبرتها بطريقة اللي أنا بتعجبني وانتهيت بني حط لمعات على العين. طبعا حطيت نقطة واحدة ما بلغت زي الرسم الماضية، أنا أساسا بحبش أحط لمعات على العين من أصله. خطوة زيادة روحت طبعتها، أدري في منكم بشوفها الخطوة لهاش داعي بس بالنسبة لي بتفرق. هذا شكلها هسا مش زي ما أنا كان متخيل بس إنها مقبولة شوي، بس رح أرجع صورة الفوتو كارد كانت أول. وبس شكرا لكم على المشاهدة، متكرر تاريخاتو سلام متانة. كيف بفتح لفوق؟ قوم اقول هيك. اهلا، ربع ساعة وديريني الجرس وانا يعني روح اسوي امتحان رياضيات يمكن ارجع مش عارف اسوي شغلات. انا بشوفكم بعد ما ارجع. باي. سلام أحلاها. هاي من واحدة من بنات صفي، إنها بتعرف إني بحب هاي الشغلات. واو كيف بنفسجي. واو زوز أزرق أحمر زوز مادي بنفسجي مادي بنفسجي مادي. يا سبحان الله. صوتي غريب؟ كلا ليس غريبا على الإطلاق، ولكن هذا ما يحصل عندما أصابه بالزكام. مش حلو أحكي معكم بهذا الصوت صح؟ رحت الحمام ورجعت لقيت خطب يستناني. هذا أكيد أخوي من متى النهاية. شو هذا؟